السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. لقى 5 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اليوم الأحد اختناقا بالغاز في بلدية حاسرمل بولاية الأغواط. لا تنسى الإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس. وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت إسعافات الحماية على الساعة 2 زوالا في هذا الحادث. وتقطن العائلة بحي 5 جويلية 1962 في بلدية حاسرمل بولاية الأغواط، أين تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. الله يرحمهم ويوسع عليهم ويصبر أهليهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.